وديك الحقبة اللعابة اللي لعبتي معاهم والمسؤولية والمسؤولية والجمهور، باقي كيسول فيك شي واحد، كيعيط لك شي واحد، كيتصل بك شي واحد؟ ونقد نقول لك انا اللي كنسول على من بزاف الناس في كازا سولت فيهم بحال من مثلا من الاحسن الا بقينا كنجبدوا في الاسماء واقعه غادي فهمت الاسماء انت بغيتي انت كتربط العلاقه وبغيت تفكر كتفكر شي لاعب لعبتي معاه تفكر كتعيط لي تسول فيه لاعبين ودابا سول اللاعبين اون جينيرال لعبتي معاهم في كل حقه ديالك باقا شي اتصالات معاهم باقا لا والو ما عندي حتى شي اتصال مع شي لاعب يعني اتصلت بزاف اللعابه وبزاف المدربين ولكن شي اخويا مصطفى ملي كتكون ما كتلعبش راه بحال اش نقول لك كتولي كلامك بحال ما مسموش يعني راه كتلعب غادي غادي يعاونوك ما كتلعبش راه حتى واحد ما غادي يشوف فيك وانا اخويا من النهار اللي حبس ما عمرني شي واحد مد لي يدي المساعده حقيت قال كل شيء كيقول بان راه انت اللي درتي هادشي لراسك وما يمكنش الانسان يكون غلط الراس ولا ما يمكنش ولكن واخا في ديك الوقيته رجعتي انت من هلال نادر فسالت لك فاش حبستي الكره فين راه حبستي الكره تقريبا 32 عام 32 سنه في خلال 32 سنه لعبتي في تقريبا شي 6 7 ديال الفراقي تقريبا الوداد الكوكب استاد ماروكان الريجي هلال نادر هلال نادر استاد ماروكان نجاح سوس نجاح سوس تقريبا نقدروا نوصلوا ل 8 حتى ل 9 ديال 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 الفرق اخرى هاد الفراقي كاملين زيرو درهم زيرو درهم قلت لك انا ديما الفراقي كاملين الفريق الام ديالك والو كنت كنستافد غير بحالي بحال اللعابه لي سالير بريمات ديال الماتش واخا من رجعتي للقنيطره وراه كتعرف انت السالير في الدوزيام ديفيزيون ماشي سالير تقدر تعيش بيه داك الشهر وصافي تقدر حتى الشهر ما يعيشكش حتى الشهر ما يعيشكش كيفاش واش السالير غيعيشك واحد السالير ديال 2000 درهم غيعيشك في الشهر راه ما يمكنش فهمتي دوزيام ديفيزيون راه 2000 درهم مازال بريمير ديفيزيون تقدر تلقى 3000 500 4000 في هذاك الوقت انا ما كنهضرش على دابا دابا ما كايناش كره حتى شي نجم نقول حتى شي نجم الوداد في هذيك الحقبه كان فيها غير الصالير والبريمير صافي يعني شحال الصالير ديالك تقريبا اللي كنت كانوا يدير لي 3500 في هذيك الوقيت في هذيك الوقت انت مصطفى شحال كان داير لك صالير في هذيك الوقت كان كيتم غادي الصالير هذا كيطلع كيطلع انت اول عام مردوديه انت الصالير تا هو كيبدا بديت انا ب 4000 درهم 4000 العام الثاني بدا كيطلع بدا كيطلع على حساب المردوديه ملي كيقول لك الصالير لان كنجيو صغار حنا جينا بحال دابا انا وحاليم واللاعبين كنجيو في سن صغيره كتجيب لا سميه ملي كدير سميه حنا مقلعين في المنتخب الاولمبي ولا هذا كتجيب هذاك الصالير تقريبا كتشوفوا بان حتى انت مناسب في هذيك الوقيته في هذيك الوقت ديالك ولكن شنو كيدير المسؤول كيقول لك شوف انا قد ما معك لعبتي وخديتي الرسميه ديالك غتولي كان زوينه عندنا في الوداد حيت واحد الوقيته اللاعبين اللي كنلعبوا رسميين كنا وكنتواجدوا في كل مقابله وفي كل اسبوع ولا عندنا صالير واحد صالير واحد ولا كلنا صالير واحد لي بريم بحال بحال وحتى لي صالير بحال بحال باش كتخلي حتى دوك اللاعبين ديال الدكات اللي بداو تبدلاء وحتى الاحتياطيين يتشجعوا باش يقلبوا على الرسميه ديالنا هذه كانت موتيفاسيون كيديرها المسير ديال الوداد وكانت جميله كتخلينا ناخذ الرسميه باش يطلع لنا الصالير راه بريم سنياسور راه ما كانش في الوقيته البدايه الاولى ديالنا راه ما كانش بريم سنياسور تفضل السحالي قلت لك باللي يعني جيتي وخديتي الرسميه في اول مقابله اولا سي بادو زكي تحيه له ملي حماك وانت عرفتي بان راه يقدر واحد النهار يمشي بادو زكي وانت المهم ان بادو زكي وصلك لنادي الوداد الرياضي عرف كوالي جابك ما ندمتيش على ان هذيك الفرصه اللي تعطاتك ما عديتيش فيها لان الزكي وصلك ما قدرتيش تكمل ولا هذاك درتي هذاك الخطا فاش قلتي نمشي بريطين حيد من الوداد قلت انايا ملي لعبت في الوداد وما كنتش عارف القيمه ديال فين انا يعني راه حتى مشيت عاد ندمت على بزاف د الحوايج هادشي كامل اللي قلتيه دابا نتايا كله ندمت عليه فهمتي اما الزكي راه كان كيدير العمل ديالو يعني راه وصلك للوداد صافي داك بريطي الكوكب يعني راه ما زدتيش من راسك حسيتي براسك ما زدتيش من راسك انت خطأتي في شي حوايج وما زدتيش من راسك بصح ما عيطتيش ملي خديتي ورقة عيطتي للزكي قلتي عيطت للزكي شحال من خطرة عيطت ليه يعني كيتعامل معايا معاملة ديال أب الولد وصافي ما تقولش على أنه كاعيالك ما كانش كاعيالك
وانا فاش كنتلاقى به كيتعامل معايا عادي. لا انت انت ما حسيتيش على ان بادو الزكي كاين سي نورمال غير كالك فهمتي حيت اللي شافو فيك حيت زكا انا نعطيك غير غير شي حوايج اللي عارف انا وانت صحح لي. إيه. كان تايق في حاليم. إيه. كان كيدوى على حاليم بزوين، كان متبني حاليم، كان عاطي وعود الناس على ان هذا السيد هذا اللي جبت غيكون الاسم الاول في الكره المغربيه وانت خذلتي. ما تقولش لي انا عارف غتقول لي مشاكل وتظلمتي في الفرق، ولكن كون انت بغيتي وزدتي راه غير هذيك الكلمه ديال انني ملي مشيت من الوداد ندمت على اي حاجه درتها راه جواب ديال هادشي اللي قلتي. يعني راه خطا بصح راه خطا كبير اللي درتي. يعني تقول على ان الاب ديالك الزكي كاي على هادشي. كاي على هادشي اه، وانا براسي دابا ما كنقدش نواجهه حيت كنشوف فيه بانه كان باغيني نوصل لشي حاجه اللي فهمتي. غير هي انا الخطا الوحيد اللي درت حقي زقال حيت باقي صغير انايا، كنت كنشوف في الماديات اكثر فهمتي، ما كنتش كنقلب نطور راسي. ربي كان عاطيني واحد الموهبه ولكن ما شنو الاخطاء مثلا درتي لي جيان دو في اصدقاء السوء اصدقاء السوء ما كتطورش نفسك غير هذه في حد ذاتها راه فهمتي. حنا كنا كنقولوا هذيك الشهره ديالك خلات الناس وتاكتي ماشي بعقلك نقول تمشي هنا وتمشي معاه كتشوف الناس كاملين كيتعاملوا معاك مزيان دايرين بيك انت كتقول راه واقيلا الدنيا هكا فهمتي. ولكن راه الانسان راه ما كتعرفو حتى كتكون نتايا في مستوى اللي شويه طايح عاد كتعرف الانسان الحقيقي